غادي نحتاجو 300 غرام ديال الدقيق الابيض الفورس. انا هنا غادي نعبر لكم بالكاس، غنديروا 3 ديال الكؤوس، دا على بركة الله. كيف قلنا عندنا 300 غرام ديال الدقيق الابيض اللي هما 3 ديال الكيسان بالعبار ديال كاس العنبه. غادي نزيد هنا واحد رشيشه ديال السكر، هذه غادي نديرها في الماء. عندي هنا كاس العنبه ديال الماء دافي، غادي نزيد ليه غير واحد الراس معلقه صغيره ديال السكر سنيده، هذه فقط باش كترطب لينا العجين وباش كتعطيه لون. عندي هنايا تقريبا 3 المعالق كبار ديال زيت المائده، وغادي نحتاجو للملح، الزيت حتى الاخر. انا هنا هذاك الكاس ديال الماء ما كفانيش، فزت واحد رشيشه خفيفه ديال الماء. الا كان دقيق ديالكم كيتشرب السوائل بزاف غادي تحتاجوا اكثر من كاس ديال الماء، اما الا كان ما كيتشربش السوائل بزاف فغادي تحتاجوا غير كاس واحد ديال الماء فقط. فانا كيف شفتوا معايا خدا ليا كاس واحد ديال الماء وواحد رشيشه خفيفه، كنحصلوا على عجينه بهذا القوام، هذا كتكون شويه قاصحه. غادي نحطها في واحد الاناء ونغطيها بالبلاستيك، او تقدروا ديروها غير في البلاستيك العادي وتخليوها من ربع ساعه حتى لعشرين دقيقه كترتاح، وغادي ترجع معلوكه بحال دلكتوها مزيان. انا غادي نغطيها دابا ونخليها ترتاح ونرجعوا من بعد ان شاء الله. هنا ومن بعد ما ارتاح العجين انا تقريبا خليته شي ربع ساعه، كيرجع لنا على هذا الشكل. هذا صافي، غنحربلو على هذا الشكل ونقسمو القطع يكونوا متساويين. بعد ما ارتاحوا هذوك الكراس غادي نبداو دابا كنطلقوهم. غنحتاجو شويه ديال الزيت شويه ديال الدقيق. نبداو بسم الله، ناخذ الكره الاولى كنرشوها اولا بالدقيق، انا هنا راه شعلت هاد الاله علاش غادي نطيب، خليتها كتسخن. كنطلقو العجينة شوية، نطلقو الكرة الثانية بنفس الطريقة، هنا غادي ندهن شوية ديال الزيت.
نرشو شويه ديال الدقيق، ماشي بزاف غير واحد شويه. نحطو القطعه الاخرى ديال العجين من الفوق، نحاول نضغطو من الاطراف باش كتسد لينا العجينه وما يخرجش لينا هذاك الزيت. بعد ما طلقتها نحاول نهزها ونحطها هنا باش تطيب. كنخليوهاش بزاف غير شويه وغادي نقلبوها. نقرب لكم هنا باش تشوفوا، شفتوا راه بدات كتفرق، ها هي بدات كتنفخ. غادي نقلبوها. انا هنا دايره النار متوسطه او درجه الحراره متوسطه. بحال هكا كنستمروا كنقلبوها. هنا ملي كتبدا تنفخ كنقلبوها الجهه الاخرى. شفتوا كلها كتبدا كتنفخ ما شاء الله. صافي هنا راها واجده، غادي نحيدها. صافي وكنحلوها. هنا غادي ندهن هاد الطيفه بشويه ديال الزيت، ماشي بزاف غير القيطه. صافي وكنهزو العجينه ونحطوها. هنا دايره الحراره انا عاليه، يعني رافعه درجه الحراره. هنا غير كتبدا تشد فراسها شويه كنقلبوها على الجهه الاخرى. نتوما كيف كتلاحظوا هي بدات كتنفخ شويه، ملي كنلاحظوا انها بدات كتنفخ كنقلبوها. كنستمروا كنقلبوها بحال هكا. صافي هنا كنحلوها، فاش كتبان لينا تحمرت شويه من الفوق كنحلوها، ما تخليوهاش تحمر بزاف. كنقلبوها على الوجه هنا، كنخليوها غير شويه ماشي بزاف كنحيدوها. هذه عاد راها طابت بزاف. صافي بحال هكا خاصها تبقى لكم بحال هذه، تكون غير مدهبه. صافي نحيدوها دابا. هنا انا دايره هذوك الحبات اللي طيبت فواحد المنديل، كنتستوهم بحال هكا. صافي كنغطيوهم ونديروا عليهم بلاستيكه ضروري بحال ما ينشفوش ليكم. نوريكم الطريقه. تقدروا طيبوا عاوتاني غير بورقه واحده، انا هنا خديت غير كره واحده وطلقتها. تقدروا ديروا غير ورقه واحده. صافي هنا كنقلبوها.
ملي كتكون غير ورقه واحده راه دغيا كطيب صافي بحال هذه راه وجدات. وبالنسبه لهاد الطريقه هذه كيف كتشوفوا كنطلق العجينه بحال الورق ديال الفيلو، كنطلقوا الكرات واحد شويه، من بعد كنفرقوا بيناتهم بالدقيق، كنديروا لا زيت لا والو غير الدقيق. كيف كتشوفوا كنطلقهم شويه وكنرجع نحلهم ونزيدهم شويه ديال الدقيق ونعاود نطلق. غادي نجربوا نطيبوها بهذه الطريقه هذه كذلك. كيف شفتوا درت لي على الخدمه ديال عجينه الفيلو او ورق الجلاج، فرقتها غير بالدقيق وغادي ندهنو بالزيت. لكن هاد المرة هادي غادي ندهن العجينة من فوق بالزيت وعاد نقلبها. نعاود ليها دهنة خفيفة اللي درت معكم بثلاثة، سواء دهنوا بالزيت وترشوا بالدقيق او طيبوها بوحدها او تفرقوا غير بالدقيق، كاملين كيعطيونا نفس النتيجة. ف هنا صافي غادي نحطها الارض وغادي نحلجو، راه الدغيا كتحل. وهنا غادي نزيدها هنايا واحد شوية صافي. غادي نطيبو هادي، واللي زوين في هاد الآلة هادي هو واخا توسخ ليكم واخا تكون عامرة زيت، المهم أنا غادي نهزها معاكم واخا باقا سخونة، هانتوما راه كتحيد وتقدري تغسليها. انا بانت لي هادي تصلح لينا حتى البيتزا، نقدروا نحيدوها نديروا فيها بيتزا وندخلوها للفران، انا راه قاها سخونه شفتوا. غادي نغسلها ونرجع نوري لكم. من بعد ما غسلتها راه دغيا كتغسل، هنا راه فيها منين تنقص ومنين تجهد، هنا بغيتو تجهدوا لها بزاف وبغيتو تنقصوا لها. هادشي انا علاش خديتها، كانت عاجباني بحال هادي ولكن الديفو اللي كنت كنلقى فيهم هما غير كيشعلوا وكيطفوا، ما فيهمش باش تزيد درجه الحراره او تنقص. هادي زوينه بزاف حيت فيها منين كتزيد ومنين كتنقص، كتجي على هذا الشكل. المهم اللي بغاها غادي نخلي لكم الرقم ديال السيد باش تواصلوا معاه عبر الواتساب او باش تدخلوا الموقع ديالهم، غنخلي لكم حتى الرابط ديال الموقع ديالهم، لكن من الاحسن تقدروا تواصلوا معاه في الواتساب، يعني غير كتضغطوا على الرابط ديال اللي غنحط لكم مع الرقم الهاتف، غير كتضغطوا عليه كيدخلكم مباشره الواتساب تقدروا تواصلوا معاه، وراهم كيوصلوا لجميع المدن المغربيه توصيل بالمجان، يعني فابور فين ما كنتو غتوصلكم تربه بالدار وما غتخلصوا حتى شي حاجه بالنسبه للتوصيل. المهم اللي عجبتهم صراحه انا كنصحكم بها، وعندها عده استعمالات، هي في الاصل راها ديال الكريب، انا غادي نجرب عليها حتى البغرير ان شاء الله، غنجرب عليها بزاف ديال الاشياء. بالنسبه للخبز ديال الشاكوز فهذا هو الشكل ديالو، شوفوا معايا راه ما كيجيش قاصح نهائيا، كتلعبوا به كيف ما بغيتوا، ولكن ضروري ديروه في منديل وموراه بلاستيك بحرا تفاداو هذاك المشكل ديال انه يقصح لكم وما طيبوش بزاف. كيف ذكرت غير كيدير هاد النقيطات هكا مذهبين صافي كنحيدو، شوفوا معايا راه كيجي مورق.
بالنسبه للطريقه ديال الاحتفاظ فصافي غير كنطويوه على هذا الشكل هذا وكنديرو في واحد البلاستيك ونحطوه في المجمد الوقت اللي بغينا راه حنا كنخرجوه راه ساهل دغيا كيتسلق وتعمروه باش ما بغيتو. نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون فادكم ولو غير بالقليل. ما تنساوش الى عجبكم الفيديو توصلوا لاكبر عدد من اللايكات وتبارطاجيوه مع الاهل والاصدقاء ديالكم. خليتكم على خير والى فيديو قادم ان شاء الله. تهلاو ليا فراسكم. السلام عليكم.